تاني حواراتنا النهارده بعد صحافه وزاره الماليه بتصدر اللائحه التنفيذيه لقانون الضريبه على الدخل. اصدر هاني قدري وزير الماليه قرار بتعديل بعض احكام اللائحه التنفيذيه لقانون الضريبه على الدخل، وقال ان تعديل بعض هذه الاحكام كان نتاجا للحوار المجتمعي مع الجهات المعنيه المتخصصه بالاوراق الماليه. نتيجه هذه القرارات تاثيرها على الدخل المصري وايضا على الضرائب المصريه وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص، هنناقشها مع الدكتور حامد محمود رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السويس. دكتور حامد صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. الحقيقة تساؤلات كتيرة بتدور حول لائحة التعديلات لقانون الضريبة على الدخل في الفترة دي تحديدا، وهبتدي اول تساؤلاتنا بايه تعليق حضرتك على التوقيت اللي بتصدر فيه هذه اللائحة تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك الضرائب دايما بتعمل جدل كبير قوي في المجتمع، لانها بتستقطع جزء من دخول الافراد ويتم تحويل هذا الجزء الى خزينة الدولة للانفاق منه على الجوانب الكثيرة في الاقتصاد المصري وفي غيره من الاقتصاديات. يعني اصحاب الناس اللي هتطبق عليهم الضرائب دايما بيبقوا زعلانين بشكل عام، يعني بشكل عام، لان احنا ما عندناش ثقافه ضريبيه ان الدوله بتاخد الضرائب دي وبتنفق بها على التعليم وعلى الصحه وعلى الجيش وعلى الشرطه وعلى العداله وعلى كل جوانب المجتمع. يعني حتى مرتبات، يعني ما ينفعش الدوله تبقى من غير رئيس او رئيس وزراء او مجلس نواب او كده، فهينفقوا منين؟ الدوله تاخذ منا لتنفق علينا. فاحنا عاوزين نخلي الثقافة الضريبية دي زي ما موجود في الدول المتقدمة، انه التهرب من الضريبة دي جريمة مخلة بالشرف. نرجع تاني، دايما الناس ما يعجبهاش الضرائب. يعني العالم كله، انا جايب حضرتك مثل من احصاءات البنك الدولي، نسبة الضرائب الى الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول. هناخد سنة 2006، في مصر كانت النسبة كام؟ 15.8. طيب إسرائيل كانت كام؟ 26.6. جنوب أفريقيا 28.4. لو رحنا في 2009 هنلاقي مصر 15.7%، إسرائيل 22.1، جنوب أفريقيا 25. مصر ما بتتحركش يعني. 25.1. لو جينا في 2012 نلاقي مصر 13 نزلت كمان و2. إسرائيل 22.1 ثابتة، وجنوب أفريقيا زادت 26.5. دكتور حامد، التوعية دي تتم إزاي؟ التوعية دي بتتم إن نقول للمواطنين إحنا الضرائب مش بتاخدها الدولة تحطها في جيبها، الدولة بتأخذ منا لتنفق علينا. طيب. عشان يبقى عندنا تعليم مظبوط وصحة مظبوطة وجيش مظبوط وشرطة مظبوطة وشوارع مسفلتة كويس ومنارة كويس ونهر النيل يبقى جميل بيمشي مفيهوش تلوث. طيب يا دكتور حامد، في بعض طبعا التعديلات على هذا القانون، يعني عايزة بعض التوضيح من حضرتك. الضرائب على غير المقيم كانت تختلف عن المقيم الأجنبي غير المقيم في مصر، كان هناك تمييز حتى لغير المقيم. عايز أعرف من حضرتك فايدة ده دلوقتي إيه وتأثيره حتى على الأجنبي. هو حضرتك التعديلات دي ليه؟ بتوع البورصة اللي بتعملوا في أوراق المالية هم، لأن دول بيبقى فيهم أجانب وفيهم مصريين، فيهم مقيمين وفيهم غير مقيمين. زعلانين قوي الناس بتوع اللي بتعملوا في البورصة، بيقول لك إحنا مش عايزين ندفع أرباح. في حضرتك حاجة اسمها اتكلم عليه بس انا التحديد الاول المقيمين وغير المقيمين. المقيم المفروض ده امريكا دلوقتي. بتعمل ايه حضرتك؟ اي امريكي في العالم بيشتغل لازم الدوله اللي بيشتغل فيها تستقطع الضرائب وتحولها للولايات المتحده الامريكيه. تاني يا دكتور كده، هو يعني الولايات المتحده الامريكيه بتفرض على كل دول العالم ان اي امريكي، اي واحد، اي شركه امريكيه، اي فرد امريكي بيشتغل في اي دوله تستقطع منه نسبه الضرائب المقرره في الولايات المتحده الامريكيه ويتم تحويله. يعني هو بيتاخد عليه ضرائب هنا وبيتاخد عليه ضرائب هناك، يعني امريكا بتاخد ضرائب. لا، امريكا بتاخد ضرائب. امريكي الجنسيه، امريكي الجنسيه ياخد ضرائب وتحصلها مصر وتحولها لامريكا. طب تأثير ده ايه على فكره الاستثمار حتى في مصر؟ احنا المفروض اي نشاط بيتم داخل حدود الدوله لازم ناخد عليه ضرائب، لان الدوله دي عايزه مصاريف. طب انت جاي تستثمر في مصر وما تدفعش ضرائب ازاي؟ امال هتستفيد ازاي بمحطات المياه والكهرباء؟ طيب والمجال والناس اللي هيشتغلوا عندك دول مصريين، تعلموا في المدارس المصريه. دكتور حامد، قبل ما نسيب نقطه المغتربين برضو، يعني دلوقتي المواطن المصري المقيم في الخارج هيدفع ضريبه ويعمل بنفس فكره القانون الامريكي، يعني انا اتمنى على مصر اتمنى احنا كانت موجوده عندنا
كانت وحكمت عليها المحكمه بعدم الدستوريه، فتم ردها وما حب وبعد كده ما حدش تعديلات بقى دلوقتي تعديلات. انا لماذا لا نقتدي بامريكا؟ اكبر واغنى دوله في العالم. احنا محتاجين غير امريكا. امريكا مش محتاجه، ده امريكا بتستلف من العالم وتسلف العالم. يبقى انا اولى من الولايات المتحده الامريكيه ان انا احصل ضريبه على كل مصري بيعمل في الخارج ويتم تحويلها الى مصر. طب نروح وكل اي حد مغترب هنا او مش يعني مش 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 الجنسيه المصريه مش جنسية. فلازم برضه يدفع ضريبه للحكومه المصريه لان هو بيحقق ارباح داخل مصر. طب هم ما كانوش بيدفعوا ضرائب قبل كده؟ هو كانوا بيدفعوا ضرائب اعتقد قبل كده، لكن هي كان في تمييز بين المقيم وغير المقيم. هو المشكله اللي هي اللي حضرتك اللي بيشوفيها دلوقتي مصارف الاعلام على البورصه، على الارباح المحققه في البورصه. احنا عندنا في اموال ضجه كبيره، ضجه كبيره جدا، هي 10% على الربح، على نسبة الربح، وبعدين الخسائر طبعا ما فيهاش ضرائب. لكن احنا عايزين نوصل للمتعاملين مع البورصة سواء مستثمرين الكبار او اصحاب المحافظ الصغيرة كيف تطبق هذه الضريبة وفوائدها ايه بالنسبة لهم حتى برضو. هي العملية واضحة انه 10% على الارباح المحققة في البورصة سواء كانت توزيعات او ارباح رأس مالية. تمام. توزيعات اللي هي انت عارف السهم حضرتك بياخد جزء من ارباح الشركه اللي هو السهم بتاعها. تمام. والارباح الراسماليه اي واحد بيبيع اسهم بيكسب فيها في القيمه البيعيه بتاعتها لازم يدفع ضرائب، ده حاجه بديهيه جدا. انا عايز اقول ليه يا بتوع الاوراق الماليه عاوزين تميزوا نفسكم عن الناس الثانيه؟ طب ما هو الاقتصاد الحقيقي مش البورصه، دي اقتصاد ورقي، اقتصاد ورقي اسهم وسندات. انما الاقتصاد الحقيقي اللي هو الزراعه والصناعه والتجاره مش احنا بنفرض عليها ضرائب؟ طب ليه الجماعه دول يفرض عليهم ضرائب وانتوا لا؟ طب تمثيلا للراي الاخر يا دكتور حامد، في البعض من المتعاملين مع البورصه بيشوفوا ان هذه الضريبه بتضعف من الصناعه في البورصه وهذه التعاملات، هل ده صحيح ام خطا؟ ولا حاجه، ده انت حضرتك في اموال هم مش راضيين يقولوا الكلام ده، يعني هم بيقولوا بس الجزء اللي يخصهم اللي في صالحهم. في اموال بتيوب العالم بتدور على اقتناص الارباح، اسمها كده كده، اموال الساخنه بتدور في العالم لاقتناص الارباح. ده يخش يعمل مضاربه ويمشي ياخد ويمشي ياخد ارباح. طب ازاي هو دخل حقق ارباحه ومش ويحول ارباحه؟ لان القانون بيقول لازم يحول ارباحه الى الخارج معاه، لازم يدفع ضرائب، و10% مش كتير. طيب الضرائب دي هتكون على الاسهم اللي داخل بيها ولا نسبه الارباح يعني؟ ولا الارباح على الارباح اللي خارج بيها من البورصة. على الارباح اللي طيب. حققها في البورصه المصريه وبيحولها للخارج لازم يدفع منها 10%. طيب يعني انا سايب له كام حضرتك؟ 90%. تمام. طيب في احكام ثانيه في القانون متعلقه بفكره التجنب، بمكافحه التجنب الضريبي للمشروعات المموله من الصندوق الاجتماعي للتنميه، حضرتك شايف ان ده يعني الصندوق الاجتماعي للتنميه مشروعات صغيره ومشروعات للشباب وغيرها، فرض ضرائب عليها هتكون معيقه شويه للشباب ولا ازاي هيتم التعامل معاها يعني تحقيق موازنه معينه؟ هو حضرتك بيقول ايه؟ ان هو الجزء الممول من الصندوق الاجتماعي للتنميه لا تفرض عليه ضريبه الا بعد فتره معينه محددها القانون، 6 سنين تقريبا. اما الجزء غير الممول من الصندوق الاجتماعي فهو ده اللي اخد عليه ضرائب لغايه ما يتم الشاب يسدد كل القرض بتاع الصندوق الاجتماعي، بعد كده بقى بناخد على كل الارباح اللي حققها من وراء هذا المشروع. تمام. يعني اذا بقى طريق الصندوق الاجتماعي. فبعد كده بقى بعد ما يخلص ويدفع الاقساط بتاعته تماما يبدا ياخد ضريبه على الارباح كلها المحققه من هذا المشروع. طب وبالنسبه ما تضمنته هذه اللائحه فيما يخص الضرائب العقاريه برضه، هل ايه شكل التعديل وكيف سيتم تطبيق هذا النوع من الضريبه؟ الضريبه العقاريه اثارت جدلا كثيرا منذ التفكير فيها الى يومنا هذا. طبعا هو دلوقتي عفى العقارات اللي اقل من 2 مليون جنيه، وبعد اللي اكثر من ذلك يدفع عليها ضرائب عقاريه. بالمناسبه دكتور حامد بس اعتذر المقاطعه، تحديد القيمه مين المسؤول عنها؟ من الضريبه العقاريه. ودي كانت في مشكله جامده قوي اعترض عليها ناس كثيرين، ان اللجنه دي مشكله في الضرائب العقاريه نفسها، هي الحكم وهي الفيصل، يعني هي اللي بتحدد دي قيمتها ايه ودي قيمتها ايه. وبالتالي انت ممكن تطعن على اعمال هذه اللجنه، لكن انا عايز اقول انه يعني زمان لما فرضت هذه الضريبه في عهد يوسف بطرس غالي قال ان لو عندك عشه من صفيح او كرتون فلازم تقدم اقرار ضريبي عنها. هذا خطا. احنا بنقول في اهم قاعده
في القواعد الضريبية لاقتصاد. بمعنى ايه حضرتك؟ ان انا عشان احصل ضرائب لازم ادفع تكاليف اقل ما يمكن عشان تبقى حصيلة الضرائب اكبر ما يمكن. تمام. ايه فايدة ان انا احصل ضرائب ب100 مليون وانفق عليها 90 مليون؟ ما عملتش حاجة. فالضريبة العقارية بهذا الشكل يعني انا عايز اقول لازم يتوسع في الاعفاء، كفاية عليه القصور والفلل والكلام ده كله، لكن الشقة ايا كانت هي مكان سكن يعني مش استثمار. يعني مكان سكن. التعديل ده طيب. التعديل الا اذا كانت هذه الشقق يتم تأجيرها للاجانب في هذه الحاله بهدف الاستثمار يعني. بالضبط. طيب معنا اتصال الدكتور فتحي همام رئيس شعبه مكافحه التهرب الضريبي بوزاره الماليه سابقا. دكتور فتحي صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. بدايه حضرتك شايف ازاي تعديل بعض احكام اللائحه التنفيذيه لقانون الضريبه على الدخل، وازاي بيتم وضع اليات لمكافحه التهرب الضريبي في وجهه نظر حضرتك؟ هو حضرتك اللائحة التنفيذية طبعا لا تخالف القانون، ولكن هي توضح وتفسر القانون. تمام. دي نقطة مهمة جدا يعني. فحضرتك هو اتكلم في بالنسبة للشخص الطبيعي اللي هو بيعمل في مصر ويكون أجنبي، فقال إن هو هيخضع لنفس القواعد اللي بيخضع ليها الشخص الطبيعي اللي هو مقيم في مصر. كان الأول بيخضع لسعر ضريبة قاطعي 10%، ودي كانت بتبقى وسيلة للتهرب، فإحنا قلنا لا، هيخضع بنفس القواعد اللي هو بيخضع ليها الشخص الطبيعي في مصر بأسعار الضرائب العادية. ابتدى نقطة تانية وضح إن الإعفاء اللي هو ال5000 جنيه أو الشريحة المعفاة الأولى، إذا كان عنده نشاط في كسب العمل وعنده أنشطة أخرى، ال5000 جنيه دي تخصم أولا من وعاء كسب العمل. الحاجة اللي بعد كده إن هو اتكلم على التأمينات اللي هو بيدفعها، إذا كان هو راجل بيعمل تأمين على حياته أو حاجات زي كده، فحدد القواعد الخاصة بهذه التأمينات والقواعد الخاصة بيها. بالنسبة لحضرتك بقى اللائحة بالنسبة للأرباح الرأسمالية الخاصة بالبورصة، احنا كنا في بعض الأسئلة كلنا كخبراء اتكلمنا عنها، وكنا نتمنى ان اللائحة التنفيذية توضح هذه القواعد حتى يتم تقديم الإقرارات الضريبية من المولين سواء كان شخص طبيعي او شخص اعتباري اللي هي الشركات على أسس سليمة. للأسف اللائحة ما وضحتش هذا، بمعنى ان هو قال ان سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، المقيدة في البورصة المصرية، يعني لابد أن تكون هذه الأوراق المالية مقيدة في البورصة. طب دكتور فتحي في هذا الإطار يعني في بعض التعديلات أو اللي قريتها في هذه اللائحة إنه هيكون حق المصلحة في الاطلاع على الدفاتر والبيانات، والمخالف هيكون له عقوبة معينة. طب قبل كده ما كانتش مصلحة الضرائب بتطلع على لها الحق في الاطلاع على الدفاتر وبيانات هذه المصالح؟ مصلحة الضرائب ليها الحق والاطلاع على جميع السجلات وكل البيانات اللي هي لدى جميع الشركات في مصر. نعم. من حقها انها تطلع، وفي عقوبة مغلظة توصل ل 50,000 جنيه في حالة عدم ان هو عدم اطلاع المصلحة الضرائب او موافاتها بالبيانات اللي هي تطلبها في المواعيد المحددة. لكن ده موجود من قبل كده، يعني ده مش تعديل موجود دلوقتي. طيب دكتور فتحي طب هو دلوقتي حضرتك بتقول ان اللائحه في خصوص قانون الضرائب تحديدا مع البورصه دلوقتي، ما هي ادام لها حق الاطلاع وحق المتابعه للاسهم المسجله واللي تم التعامل بها مع البورصه، ما بالتالي هيتم عمليه حصر دقيقه، ولا حضرتك شايف ايه؟ ما هو بالنسبه للاسهم المالية المقيده في البورصه المصريه ما فيش مشكله في المحاسبه عنها. تمام. احنا بنتكلم ان هو خضع جميع الارباح المحققه من التعامل في اوراق ماليه سواء في مصر او خارج مصر. نعم. فهي دي المشكله، انا عايز اعرف طب اللي بره دي هتجيبها ازاي، ودخول المصريين اللي بره هتجيبهم ازاي وتتحقق منهم ازاي. هو ما فيش اليه معينه دكتور بتحدد التعامل مع الخارج شكله بيكون ازاي وطبيعته؟ لا ما فيش حضرتك، وكنا نامل ان اللائحه التنفيذيه توضح لنا كده. النقطه الثانيه، هل سعر الضريبه عن الارباح المحققه في الخارج بتاع البورصه هو نفس السعر اللي هو قال القانون قال الارباح الاوراق الماليه المقيده في بورصه الاوراق الماليه؟ طب انا لو اتعاملت في اوراق غير مقيده في البورصه الاوراق الماليه هخضع بنفس السعر ال10 ولا في سعر الثاني اللي هو سعر الضريبه العادي؟ ده توضيح بقى المفروض ان اللائحه تشتمل عليه. بالظبط، عشان لما اقدم الاقرار الضريبي اقدمه على اسس سليمه. طب حضرتك شايف ان اللائحه دي او تعديلاتها قدرت شويه تساعد في مكافحه التهرب الضريبي، لان مش كل الناس على فكره بتدفع ضرائبها بشكل منتظم بشكل مستمر؟ لا، هو طبعا ساعدت كتير، يعني القانون اللي هو 91 وتعديلاته ساعد كتير في مكافحه التهرب الضريبي، لانه حتى دلوقتي الزم ان كل واحد ممول لازم يصدر فاتوره ضريبيه ويسلمها للشخص، يعني مش مجرد بيان اسعار عشان يخفي معاملات ويخفي حاجات زي كده، لابد ان هو يصدر فاتوره ضريبيه، وفي حاله عدم اصدار الفاتوره الضريبيه او تسليمها للشخص هيبقى في غرامه 10,000 جنيه.
طب دكتور فتحي، هل تتوقع ان هذه اللائحه وهذا القانون يشمل فيما بعد ملحقات للتوضيحيه او ربما ملحقات استدراك او تكميليه او من هذا القبيل؟ ده لابد ان شاء الله ساعات للارباح الراسماليه خاصه والتوزيعات بتاعت الارباح، لابد ان اللائحه التنفيذيه تكون اكثر تفصيلا وشرحا للقانون، عشان الايقاعات الضريبيه سواء اتقدمت من الاشخاص الطبيعيين او من الشركات، وفي شركات استثمار وفي شركات كتيره، فلابد انها تقدمه وفقا لقواعد سليمه. لكن دكتور فتحي هاخد من حضرتك راي اخير، مساله فرض الضريبه على البورصه وما يشهده من اعتراضات لنسبه 10%، هل هذا حق الدوله ام ليس حق للدوله؟ لا، حق الدوله، والدوله من حقها تفرض ضريبه على البورصه، لان كانت بتبقى تستغل البورصه في اوقات كثيره، كانت تستغل للتهرب الضريبي، وان في شركات كانت بتتباع بمبالغ مليارات وما كانتش تدفع للضريبه، وده ما فيهوش عداله اجتماعيه. نحن مع فرض الضريبه على الارباح الراسماليه، بس لابد ان تكون قواعد الفرض واضحة تماما وتراعي العدالة الضريبية. هو عموما رئيس هيئة الرقابة على الأوراق المالية قال إن هذا الموضوع هيشمل إن شكل من أشكال التوعية الموسعة، وإن شاء الله نعمل إن هذه التوعية تتم بسرعة. دكتور فتحي أمام، رئيس وحدة مكافحة التهرب الضريبي وزارة المالية السابقة، بنشكرك شكرا جزيلا، وبنرجع لضيفنا. طيب دكتور حامد، حضرتك زي ما دكتور فتحي قال إنه الأوراق المقيدة لكن غير المقيدة دي هيبقى فيها مشكلة، إزاي إحنا نقدر نتفادى هذا إذا اللائحة التنفيذية ما اشتملتش على هذا أو لم يتم تعديلها حتى مرة أخرى؟ هو المفروض المشرع بيبقى ياخد باله من المقيد وغير المنظمه، فلا بد انه، انا عايز اقول حاجه، احنا مش بنخترع العجله، احنا عندنا به بورصه نيويورك وزيورخ وطوكيو، نشوف الناس دي بتعمل ايه ونعمل زيها. هي بتطبق الضريبه دي يا دكتور صح؟ يعني في هل هي امريكا بس بتطبقها ولا انجلترا كمان؟ كل الدول بتطبق هذه الضريبه لان ده حق الدوله. يعني حضرتك انت قاعد في مكان في بورصه الدوله عاملاها وبتصرف عليها وبتنفق عليها اموال ضخمه جدا، رئيس بورصه وموظفين وكده ودوله كامله، ما تاخدش الدوله حقها ليه؟ طب معلش يا دكتور، في سؤال، هو في ناس بتعترض هل في ضريبه على التوزيعات باين وضريبه على الارباح الراسماليه؟ يعني في بالفعل موجود الضريبتين. بص حضرتك، اي ارباح تتحقق لابد من ايا كان نوعيه هذه الارباح، لكن في ضريبه على التوزيع اساسا، التوزيعات اللي توزيعات الارباح. طيب بعض الخبراء في العمل في البورصه شايفين ان دول ضريبتين وبالتالي ده بيبقى عبء. لا لا، هم ضريبه واحده بس. هم بيغلطوا، دي ضريبه واحده بس، نفهمها متحدث. السهم حضرتك بياخد من الشركه، السهم ده جزء من راس مال الشركه، فلازم ليه ايه؟ جزء من ارباح الشركه اللي اصدرت هذا السهم. طيب ده يبقى اذا لازم يدفع عليه ضرائب، وكمان لما يجي يبيع الاسهم ويكسب فيها لما البورصه بتطلع فوق، السهم قيمته بتزيد فبيحقق ارباح. يعني الجزء الاول بتدفعه الشركه، الجزء الاول مش الممول، مش المستثمر، لا هو المفروض يدفعه الممول الذي حصل على الاسهم، على الارباح بتاعت الاسهم. لما يجي يبيع الاسهم دي ويكسب فيها، مثلا السهم اشتراه ب 100 وباعه ب 150، ال 50 دي ما تاخدهاش على الضرايب، دي اسمها ارباح راسماليه، تاخد على الضرايب. واحنا حضرتك شفنا ان احصاءات البنك الدولي بتقول مصر من اقل الدول، يعني مصر في سنه 2012 13.5، اسرائيل 22%، وده كان تراجع. تركيا 20%، جنوب افريقيا 26.5. طب اذا تم الالتزام بهذه التعديلات، واذا تم فعلا الالتزام بالضرايب الموجبه على كل مواطن مصري، حضرتك شايف انه ده هيؤثر بشكل ازاي على الاقتصاد الفتره اللي جايه؟ لو كل واحد فينا دفع الضرائب المستحقه عليه، مش هنحتاج لا نقترض من الداخل ولا نقترض من الخارج. احنا لسه عاملين يعني في وكاله ائتمان بالتصنيف بتقول، اللي هو الموديز، قالت ان مصر رفعت تصنيف مصر واحد. ليه بقى؟ قالت للاقتراض طويل الاجل بالعملتين الاجنبيه والمحليه. انا لسه طارح في بره بمليار ونص دولار سندات على الحكومه المصريه، وامبارح والنهارده اذون خزانه وسندات خزانه ب 17.5 مليار جنيه مصري. اذا انا بقترض من الداخل ومن الخارج، فكيف لا احصل الارباح زي الدول الاخرى؟ ده البرازيل 37% بتاخد، اي واحد يحقق ارباح بتاخد منه 37%، علشان الناس تتقدم. طب الدوله هتنفق منين؟ طب في بعض التحيلات يا دكتور حامد، في بعض التحيلات للتهرب الضريبي، ده في يعني ناس حضرتك يعني ما بتدفعش ثمن الكهرباء والميه اللي تستهلكها، بتتفنن حتى نعم. في التهرب الضريبي. طب ازاي هيتم وضع قوانين او معايير؟ القوانين موجوده حضرتك، بس هي تفعل في مكافحه التهرب الضريبي، لان عندنا التهرب نوعين، تهرب مشروع وتهرب غير مشروع.
التهرب المشروع هو الذي يستخدم الثغرات الموجوده في القانون يعني؟ لا، في ثغرات بتبقى في القانون يعني يجي بعد ما يخلصوا بتوع مجلس الشعب اللي هم كانوا زمان هم اصحاب الاموال، فيجي يروح حاطط تكه صغيره كده يعني حته في القانون يستغلها بعد كده في انه يتهرب من الضرائب. ده بنسميه تهرب مشروع، استغلال الثغرات الموجوده في قانون الضرائب. وليه بقى في ثغرات في قانون الضرائب؟ فيها ساعه يعني بتعمل بطريقه متعمده وساعه على طريق السهو والخطا، يعني ما يقدرش الواحد يلم بكل شيء. وفي غير مشروع اللي هو الواحد بيخفي الارباح بتاعته سواء المكان او نوع العمل اللي هو فيه، او زي ما قالت سحر، ازاي هنحصل يا دكتور هذا الامر؟ ازاي نقدر؟ القوانين موجوده ولكن تمام. التطبيق كيف يكون هذا الموظف التطبيق؟ الذي يقوم بمكافحه التهرب الضريبي، الموظف اصلا مامور الضرائب، في ناس كويسه جدا وناس محترمه جدا وفي ناس بيساعدوا الممولين على التهرب. ما نقدرش نحطه على الرقيب رقيب يعني، ما هو مش معقول على القائم بالمتابعه نحط عليه شخص متابع اخر. انا عايز اقول لحضرتك دايما طبعا. كان في ناس يقولوا ايه، احنا بنشتغل على قد فلوسهم، يعني بعض الموظفين بيقول كده. انا بقول لهم لا، اذا قبلت الوظيفه فعليك ان تؤدي المهام المطلوبه من هذه الوظيفه. الوظيفه الحكوميه نفسها يعني الوظيفه الحكوميه عليها ضريبه، نسبه ضريبه يعني. الموظف الوحيد اللي ما بيقدرش يتهرب اللي بياخد اي يعني اي مرتب حتى لو صغير بيبقى عليه نسبه ضريبه مستقطعات. بالظبط. في الاطار ده بس هو الموظفين الكبار بيجيهم حاجات من بره ما بتبقاش في المرتب فبيحاول ما يدخلهاش في المرتب. مالناش دعوه يا فندم. لا ده طب ليه؟ ما هم مصريين برضه. طيب اللائحه الجديده ابقت على بعض المواد من اللائحه القديمه، انه في حاجه يعني اعفاء شريحه من يصل دخلهم ل 5000 جنيه من الضريبه، ولكن اضافه بند جديد باعفاء تلك الشريحه حتى ولو لم تستمر مده العمل او مزاوله النشاط فتره ضريبيه كامله. يعني ايه فتره ضريبيه كامله؟ يعني فتره ضريبيه كامله اللي هي سنه كامله. فلو جزء من السنه ياخد اعفاء، هو الحد الادنى ده 5000 جنيه، ده يعني ال 5000 جنيه ده ما عليهوش ضرايب؟ عليهوش ضرايب؟ لا تمام. ده بنسميه حد اعفاء اعباء المعيشه، يعني لازم اكل واشرب والبس وكده. فهم قرروا لي في السنه ان انا باكل وبشرب وبلبس وبروق نفسي بال 5000 جنيه. ده معقول برضه؟ فدول كله فدول للفرد. طب دكتور، طب اكيد في اشخاص لهم اكتر من مصدر دخل. ايوه، هو بيوحد وبيخصم 5000 جنيه بس. هيوحد لان لازم ياخد يجمع هذه المصادر. مثلا انا طبيب وعندي عياده وبشتغل في مستشفى وبقوم بعمليات في بعض المستشفيات الاخرى، فبيجمع ومعايا اطيان زراعيه ومعايا عقارات باجرها، فيجمع كل مصادر الدخل المتنوعه دي، ودي اللي بيسموها الضريبه الموحده، بيجمع كل مصادر الدخل المختلفه ويعفي منها ال 5000 جنيه وياخد ضريبه على الباقي. طب حضرتك شايف اللائحه دي انتقصت لايه؟ هو انا بقول انه يا ريت الضريبه في مصر، هم كان مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير قال انها 22.5% حد الاقصى لضريبه الدخل، وده شيء مش موجود في العالم كله زي ما شفنا حضرتك في احصاءات البنك. 23 البدايات بتبدا من 23 واصله 26 و28. احنا عاوزينها تصل ل 35 على واحد بيحقق مليار جنيه، ليه ما اخدش منه ضريبه عادله وهو حققها في المجتمع المصري وبيستغل كل امكانيات الاقتصاد المصري، يعني بيستغل الشوارع عربياته، بيستغل الشوارع وتستغل محطات المياه والكهرباء والمياه والطرق والمواني والمطارات حتى الخريجين اللي بيشغلهم عنده دول انا صارف عليهم من الابتدائي لغايه الجامعه. بالظبط. فيعني لازم والطبيب اللي بيعالج العمال اللي بيشتغلوا عنده انا صارف عليه. تمام. بس لازم انا لازم يدفع يا جماعه. في صعوبه شويه في تحديد الضريبه، اذا واحد عنده مشروع خاص بتاعه، يعني مشروع حتى مش مشروع كبير، مش هقول مصنع او مؤسسه. نعم. كبيره، ازاي يتم تحديد الدخل اللي داخله؟ يعني مثلا واحد فاتح سوبر ماركت، ازاي نقدر نقول ايه دخله؟ من خلال السلع اللي اشتراها او من خلال ايه يعني؟ هو زي ما قلت لحضرتك الدول اللي بره نشوفها بتعمل ايه ونعمل زيها بالظبط، يعني موجوده يعني طبق نفس النماذج. نفس النماذج دي يعني مش هنخترع العجله. في سؤال يا دكتور، وبعدين ممكن على مبيعاته السنويه، على فواتيره اللي بيشتري بيها. طبعا هو هيضرب الفواتير دي. المشكله في الفواتير. الفواتير. طيب انا عايز اقول حاجه على كل واحد منا، انه يعلم ان الله يراه وان الله يسمعه، فلا بد ان الواحد يتقي الله، لان البلد دي لازم كلنا يبقى قلبنا عليها. السرقه في جنيه زي مليار. بالظبط. والتهرب من الضريبه جريمه يعاقب عليها القانون ويعاقب عليها ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الدوله بتاخد الضرائب دي وبتصرفها. احنا صحيح بنشوف بعض اوجه الانفاق الحكومي البذخي والترفي ما بتعجبناش، لكن مش معنى كده ان انا اتهرب من الضريبه، لا، انا ادفع الضريبه اللي عليا كامله
واعترض على الانفاق الطرفي للحكومه. دكتور حامد في سؤال ايضا بيطرحه بعض ان هم بيروا ان في هناك بعض من الاجحاف اذا تم تطبيق الضريبه على شخص مثلا دخله هنفترض 20-30 الف جنيه في السنه وشخص زي ما حضرتك قلت من شويه دخله مليارات، فعمليه المساواه في النسبه الضريبيه بين الاثنين بتكون فيها نوع من الاجحاف للشخص اللي دخله اقل ده. هل شايف ايه حضرتك؟ هو ده الخطا. لان من قواعد فرض الضريبه خمس قواعد، منهم قاعده العداله. العداله دي في عداله راسيه وفي عداله افقيه. العداله الراسيه ان كل من يكسب اكتر يدفع اكتر، وبالتالي لابد ان الضريبه تكون ايه؟ تصاعديه. تصاعديه. او تنازليه. سيان. سيان، الاثنين يؤدوا لنفس الغرض. واما العداله الافقيه ان كل من يكسب نفس الدخل من مصدر مختلف يتعامل نفس المعامله الضريبيه. فاحنا عندنا لا 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 بنفرض الضريبه لا بالعداله الافقيه ولا بالعداله الراسيه، حرام. يعني ازاي واحد كان القانون القديم كان 20% على من زاد دخله صافي دخله السنوي 40,000، فاللي بيكسب 40,000 يدفع ال 20% زي ال 10 مليار. وال 10 مليار. بعد الثورة عدلنا شوية وقلنا 5% للي يكسب أكتر من 10 مليون. برضه لا زال ده ترقيع، ما ينفعش، احنا لازم يكون عندنا قانون واضح وثابت لمدة 10 سنين عشان كل واحد يبقى عارف لو كسب كام هيدفع كام. ودي وبعد كده هو بقى ينطلق في المكسب. تمام. فأنا عايز أقول لابد من تصاعد الضريبة. ولا بد من الاقتداء بالدول المتقدمة. أمريكا الضريبة فيها نسبتها أكثر من 50% وألمانيا 60%. دكتور حامد محمود رئيس جامعة قناة السويس سابقا، نشكر السويس حضرتك عشان ما حدش يزعل سابقا. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. شكرا.